مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من اتجاهات. مصر أمة في خطر. معنا على الهاتف الآن الأستاذ محمد البرغوثي، وهو صحفي طبعا متخصص في الشؤون الأمنية. أستاذ محمد، يعني البلطجة أيا كانت تصنيفها، أيا كانت أيديولوجيتها، سواء كانت بلطجة يعني بلحية أو تحت شعار صليب أو أيا كانت، هل ترى أنها وليدة اللحظة؟ برأيك ما يمكن أن يقدمه الرئيس البشير في هذه الزيارة التي ربما يعني تأتي في توقيت بالغ الخطورة والتاريخي؟ في غرابة شوية في تفاصيل الخبر، أني محلات ذهب هتدي شخص أو جهة أو شركة 3 مليون بدون أي ضمان. اليوم ربما رئيس وزراء إثيوبيا أطلق التصريح الأخطر منذ بداية أزمة سد النهضة، الرجل قال أن هذا السد لن يؤثر إطلاقا على حصة مصر من المياه. كيف لنا أن نفهم مثل هذا التصريح؟ تعددت الأسباب والفوضى واحدة. عندنا الرئيس مبارك تنحى في أعقاب ثورة 25 يناير وبرضه لم يصبح رئيس سابق، رئيس متنحي. إيه البريق اللي في منصب رئيس الجمهورية؟ يعني في نقطة جانبية، يعني جايز إذا كتب لي الله يعني النجاة. والله غالب على أمري ومد الله في عمري، جايز تبقى من المزايا أنكم تعملوا مع رئيس سابق. الثانية من التلفزيون المصري، أهلا بك. وينضم إلينا مباشرة من رام الله المتحدث باسم حركة فتح السيد أحمد عساف. سيد عساف، إذا متى يصلكم الرد النهائي، وما هو حقيقة ما أشيع اليوم عن أن يعني بعض المصادر الفلسطينية المسؤولة تلقت كلاما أمريكيا بأن واشنطن لن تستطيع أن تضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالاستيطان أكثر من ذلك؟ وفي إطار الجهود الإقليمية لتجنيب لبنان مخاطر فتنة وشيكة، عقد في دمشق اجتماع سوري قطري تركي لبحث الأزمة اللبنانية. على هامش أعمال القمة الأفريقية التقى الرئيس محمد مرسي نظيره السوداني عمر البشير، وتناول اللقاء رؤية البلدين لتفعيل أهداف القمة الأفريقية وكيفية إزالة معوقات التنمية في القارة. وتنضم إلينا هاتفيا من أديس أبابا مفادة التلفزيون المصري لمياء موافي. لمياء، بداية يعني ما هي أهم التصريحات التي خرجت من الجانبين بعد لقاء الرئيس مرسي برئيس وزراء إثيوبيا؟ عادوا إلى أرضهم الأم قبيل استفتاء سيجعل وطنهم دولة لا إقليما. عانوا آلاما شديدة في رحلة العودة، وآمالهم معلقة على غد لا يعلم أحد تفاصيل مشهده حتى الآن. محمد المغربي من ميناء جوبا النهري. لكن إصرار الكثيرين منهم على عدم الرحيل حتى وإن تغيرت فجأة صفتهم من مواطنين إلى مهاجرين أمر يعكس طبيعة العلاقة. سنشارك في الانتخابات. لا، لن نشارك، بل ربما نشارك. هذا هو حال معظم أحزاب المعارضة. الحركة الشعبية تنقسم على نفسها وتعلن مشاركتها في الانتخابات السودانية، والضبابية تخيم على نسبة المشاركة. التفاصيل بعد الفاصل. القاهرة مدينة الألف مئذنة كما يطلق عليها المؤرخون، تنتشر بها المساجد في كل مكان،